اولا بحكم ان سي ابراهيم مبروك كايدول عندنا احنا في الحي، يعني هذه مده بالنسبه لنا حنايا كشباب ديال اليوم طرحت يعني طرحنا الفكره ما بين الاصدقاء وما بين الممثلين ديال المكتب ديال الجمعيه ديالنا اننا نكرموا الناس اللي اثروا في الحي واثروا في وليدات الحي، بحكم ان السي ابراهيم مبروك هو استاذ تعليم وبالنسبه لنا واحد ليدول، يعني واحد المثال كنستعانوا به لانه كان حكم دولي سابق وعنده مسار كبير في الكره القدم المغربيه، فتمنينا اننا فكرنا رفقة الأبناء ديالو تا هما مشكورين، كل من رضا ونبيل ومنير والإخوة اللي معايا في المكتب، فكرنا أننا نقوموا بتكريم شخصية بحال هذه اللي غادي تكون إن شاء الله كتقليد عندنا كل سنة إن شاء الله في الجمعية ديالنا ديال ولاد الدرب. الحمد لله فهمتيني، هذا اعتراف والاعتراف هو فضيلة، وهاد الوليدات كلهم الحمد لله ترباو في واحد البيئة الحمد لله سليمة، وانا فرحان جدا لهذه الثمرات اللي تنشوف الان ديال هاد الوليدات هادو اللي هما تبارك الله بخير وعلى خير، لا في الاخلاق ديالهم ولا في الثقافه ديالهم ولا في المستقبل ديالهم. وكان واحد الوقت كان تلاعب، كان واحد الوقت كان تلاعب، كانوا رؤساء ديال الفرق تيتلاعبوا بالحكام، وكانوا بعض الحكام اللي هما كانوا ما كانتش فيهم النزاهه التامه، ولهذا فكانت شويه ديال التلاعبات، وانا كنت ضد هذيك التلاعبات، وكانوا عدد من الرؤساء ديال الفرق ما تيبغوش هذاك المعقول اللي كنت انا نفرض في الميادين. فهمتيني، التلاعب فيها كان الحارس الكره تضرب من جهه وتدوز من جهه، وكان واحد العدد ديال فهمتيني واللاعب تيوصل حتى حضر البوطو تيضرب الكره ما تيبغيش يماركيها، غو تاع العمداء ديال الفرق، وعطيتهم انذار الاول، وملي عطيتهم الانذار الاول انذار ثاني، في الانذار الثالث وانا نوقف المقابله وخرج تحت تصفيقات الجمهور، الجمهور ما كانش راضي على هذيك التلاعبات، الجمهور ديال اسفي ما كانش راضي على هذيك التلاعبات، وايدني الجمهور ومن بعد رسلت الجامعه اسمه الفيفا، والفيفا جاوبتها قالت لها الحكم حفاظا على سلامته ما خصوش يوقف المقابله، خصو يكمل المقابله ويبعث واحد التقرير الى اللجنه المختصه وهي اللي غتاخذ القرار ديالها. تسمع الكلمات باش نهضروا اليوم على الحاج مبروك، لانه هو ماشي الاب ديالي بوحدي، الاب ديال المجموعه ديال هذا، من نهار حلينا عينينا ولقينا الاب ديال الجميع، لا في المدينه القديمه لا فاش مشينا، كان مدير ديال مؤسسه تعليميه في الحي المحمدي، رجل تعليم قدم بزاف ديال الخدمات اللي شنا حنا بعينينا، ولا في العمل الجمعوي لا في العمل التربوي ولا في العمل ديال التحكيم كحكم، هو كان كحكم دولي سابق، كان وقف مقابله اللي دخل بها التاريخ، مقابله ديال اتحاد اسفي والكوكب المراكشي اللي ما كانش فيها النزاهه وما كانش فيها المصداقيه، وقف المقابله وكان اول حكم واخر حكم اللي كانت عنده جرأة باش وقف هذيك المقابله في 1977. من بعدها تفرغ للتكوين ودخل التكوين، لا في اللجنه المركزيه للتحكيم لا في عصبه الشاويه انذاك ولا عصبه الدار البيضاء، كيما تنقولوا دق فينا الفيس حنا ديال الاربيتراج. دخلت انا صغير باقي عاقل، مشيت عندي 13 سنه باش نولج للتحكيم، ورفض هو الطلب، قال لي لا راك باقي صغير وما يمكنش، وهذا هو كان تيرفض باش نولج انا ولا احد الاخوه ديالي الميدان ديال التحكيم. هذا في رايي اقل حاجه اللي يمكن ينظموها هاد الناس على هذا المستوى ديال الحي والمستوى الرياضي متواجدين هنا. الحاج السي الحاج مبروك راجل عطى كثير للتحكيم، اول مره كحكم دولي مقتدر، كمؤطر، كاب لواحد العدد الحكام. انا كان عندي الحظ بان عايشت السي مبروك في اوائل المسار الرياضي ديالي، يعني من 71 من 70 71 الحمد لله كانت عنده سمعه طيبه، والسيد اللي معروف يعني بخصو لابد يوصل المعلومه وكون اجيال، بصراحه كون اجيال السي الحاج مبروك، والراجل اللي كان يعني معروف بالسخاء ديالو بالتواضع ونقران الذات،
لا في التدريب اللي كان كيمارس، كان كحكم لا بدا كيجيب اي معلومات تصل بها رغم قله المعلومات انذاك من حيث ما كانش الانترنت وما كانش هذا، ولكن السي مبروك كان دائما على اتصال بالحكام وكان كيجمع الحكام يدير لهم دروس يعني بطريقه تلقائيه. السي الحاج مبروك خلى البصمات ديالو، خلى اجيال الله يطول العمر ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.